يا جماعة في معنى جميل كده قوي يعني استشعرناه واحنا ماشيين ومسافرين كده، فيعني ممكن ترونا شيخ طارق؟ ممكن ترونا لو سمحت يعني بعد اذنك يعني. محمد بيقول اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاخر في المال والاهل والولد. فبيقول انه الوحيد اللي ينفع يكون معاك وانت مسافر وسايبه يحفظ اهلك ومالك هو واحد بس، هو مستخلفه في مالك واهلك وولدك، هو ربنا عز وجل بس. ما ينفعش المعنى ده يتحقق خالص غير مع ربنا عز وجل. ده معنى جميل كده يعني حبينا نقوله لكم. صباح الفل. السلام عليكم.